جبنة صاج حديد مقاسة 50 في 35. والآن الطريقة كالآتي: بالساند بيبر نشرمخها أو نعمل فيها خدوش يمين يسار، وحسب ما تقدر أو قد ما تقدر تعمل فيها شمور هوريزنتال. نعم، راح استخدم رش ذهبي وأسود وبني غامق علشان تعطيني اللون الغوامق. رشها الآن البني، والآن بالاستشوار منشف علشان نعمل فيها تكسر آخر. والآن نستخدم الحبر السلسكرين عشان يعطيني ملمس. نضيف حبر البلاك العملية ما قبل الأخير، تنشيط الخلفية.